السلام عليكم طلاب الصف السابع، معكم أستاذ منير. نبلش معكم الوحدة الثانية من كتاب النشاطات Fighting Global Warming، إذا محاربة الاحتباس الحراري، تمام؟ Global Warming، الحرارة العالمية أو الاحتباس الحراري، تمام؟ First Section، القسم الأول Vocabulary، مفردات. Match the words، وصل الكلمات. Climate change، تغير المناخ. Carbon dioxide، carbon dioxide، ثاني أكسيد الكربون. Global warming، احتباس حراري. Earth's atmosphere، الغلاف الجوي أو الغلاف الأرضي. Now fill in the blanks with the correct pairs، تمام؟ الآن أكمل in the blanks، في الفراغات البيضاء، blanks الفراغات البيضاء، with the correct pairs، مع الكلمتين المناسبة، تمام؟ كلمتين مناسبتين. طيب climate change، أول شيء بلشوا climate change اللي هو تغير المناخ، is not the same as global warming. إذا الجواب هون global warming، بنعبي بالفراغ global warming، تمام؟ يعني تغير المناخ ليس مثل الاحتباس الحراري. Global warming، الاحتباس الحراري، means يعني the temperature of the earth's atmosphere، تمام؟ إذا الاحتباس الحراري تعني the earth's atmosphere، درجة حرارة الغلاف الجوي، goes up every day، تمام؟ ترتفع كل يوم. goes up يعني تذهب إلى الأعلى، بمعنى ترتفع كل يوم. we need carbon dioxide، نكتبها هون carbon dioxide in the atmosphere، تمام؟ إذا بنحتاج ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي in order not to freeze، عشان ما نتجمد، تمام؟ but لكن now الآن we have too much carbon dioxide in the atmosphere، تمام؟ والآن عندنا ثاني أكسيد الكربون كتير في الغلاف الجوي، and that's making the earth too warm، وهذا يجعل الأرض دافئة جدا. it is our fault، وهذا خطأنا. طيب grammar، قواعد، the imperative، تمام؟ صيغة الأمر، affirmative يعني بالصيغة الخبرية أو بالصيغة المثبتة، تمام؟ بالصيغة المثبتة الفعل يبقى كما هو، بس بشد نبرة الصوت، تمام؟ إذا walk، ما بضيف له للفعل أي شيء، ما بحكي walks. Walk to school، امشي إلى المدرسة. Plant trees in your garden، ازرع شجر في حديقتك. Turn down the air conditioning، اطفئ أو خفف، تمام؟ الكونديشن، تمام؟ And wear cool clothes in summer، والبس ملابس لطيفة في الصيف. Wear warm clothes in winter، البس ملابس دافية في الشتاء. Turn off your computer when you don't use it، اطفي كمبيوترك عندما عندما لا تستخدمه أو لا تستعمله، عند عدم استخدامه. Brush your teeth with a water tap off، إذا فرشي أسنانك وأنت مسكر حنفية المي، with the water tap off، tap اللي هي الحنفية، تمام؟ The imperative negative، الآن صيغة النفي، تمام؟ حكينا صيغة المثبتة، الآن صيغة النفي بدك تحكي don't، دائما نفس الفعل بس بتضيف له don't، تمام؟ ما راح نضيف doesn't أبدا. Don't drive to work، لا تقود إلى العمل، يعني لا تقود سيارة إلى العمل. Do not play computer games all the time، إذا الجواب صحيح do not play، لأنه هون طبعا do not هي نفسها don't، تمام؟ لكن هي الصيغة المختصرة، هي الصيغة الكاملة، تمام؟ لكن هون ضايفين اس والفعل لازم يجي مجرد. Do not play computer games all the time، لا تلعب ألعاب الكمبيوتر طول الوقت. Do not throw away used supermarket bags، لا تلقي أكياس السوبر ماركت المستخدمة، يعني لا تلقيها بالشارع، تمام؟ وديها عند حاويات إعادة التدوير بهذا المعنى. Do not leave the lights on when you leave a room، تمام؟ Do not leave
the lights on when you leave a room. يعني ما تترك the lights on, ما تخليها شغالة الأضوية عندما تغادر الغرفة. Don't take the bus walk. تمام؟ إذا الآن الكلمات اللي حكيت لكم إياها الآن بدك تحطوا عليهم خط. الجمل اللي حكيت لكم إياها صح بدك تحطوا عليها خط. تمام؟ Don't take the bus, يعني ما تأخذ الباص, walk امشي بدله. طيب the present simple adverbs of frequency. تمام؟ إذا المضارع البسيط adverbs of frequency يعني الظروف الزمنية. تمام؟ cross out the adverb in the wrong place. إذا استبعد الظرف في الموقع الخطأ. تمام؟ يلا my mother, دائما الظرف عادة يعني بيجي بعد الفعل. my mother never drives to work. إذا أمي أبدا لا تقود السيارة إلى العمل. إذا مكان الخطأ هون ومكان الصحيح هون. تمام؟ we always, هذا مكان الصحيح. we use old paper at home. هون منشطب عليها حط X. we always reuse old paper at home. تمام؟ إذا نحن دائما نعيد استخدام الورق القديم في البيت. my friends sometimes come to school by car. تمام؟ منشطب على sometimes on. إذا أصدقائي أحيانا يأتون إلى المدرسة بالسيارة. I never remember, منشطب على never on, to turn off the lights. يعني أنا أبدا ما بتذكر إني أطفي الأضوية. My father sometimes cycles to work. إذا والدي في بعض الأحيان سايكلز يعني يقود البسكليت أو بركب البسكليت أو بيروح الشغل بالبسكليت. منشطب على sometimes on. My friends and I never walk to school. منشطب على never on. إذا أصدقائي وأنا أبدا ما بنمشي إلى المدرسة. يعني دائما بالسيارة أو بالباص معهم ليرات الشباب. Second section, القسم الثاني, grammar, قواعد, the imperative, affirmative, صيغة الأمر المثبتة. Complete the instructions for this experiment with the correct form of these verbs. Two words are used more than once. إذن أكمل التعليمات لهذه التجربة, experiment, with the correct form, مع الصيغة الصحيحة لهذه الأفعال. كلمتين, إذا في عندك كلمتين مستخدمات أكثر من مرة, are used more than once. يلا نشوف. طيب the purpose of this experiment is to show how pollution spoils our ground, our water and our food. تمام؟ إذن the purpose, الغرض من هذه التجربة هو إظهار كيفية أن التلوث أو التلوث spoils, يفسد our ground, الأرض تبعنا, our water, المياه تبعنا, and our food. تمام؟ لاحظوا كيف ترجمت لكم الكلمات كاملة. تمام. Get a glass of water, red ink and stalk of celery. تمام؟ إذن أحضر كأسا من الماء, red ink, حبر أحمر. تمام؟ وحبر أحمر وساق من نبتة الكرفس. تمام؟ تشبه البصل الأخضر. بعدين add, منحطها بالفراغ, add several drops of red ink to the water in the glass. تمام؟ وأضف إذن several, عدة نقاط, drops, من الحبر الأحمر إلى المياه اللي في الزجاجة أو في الكأس. بعدين رقم ثلاث, place the celery stalk in the glass. حط, place يعني ضع الكرفس, ساق الكرفس في الزجاج. تمام؟ أربعة, look at the changes in the celery stalk during the school day. وانظر إلى التغيرات, changes, إلى ساق أو إلى نبتة الكرفس خلال يوم المدرسة. تمام؟ خمسة, write
your observations. اكتب ملاحظاتك. At the end of the school day, في نهاية يوم المدرسة. Take out the stock. تمام. عفوا. أول شيء take. بنحط نكتب take هون بالفراغ الأول. The stock out of the water. إذا نطلع الكرفس خارج المياه. تمام. سبعة. Cut an inch off the bottom of the stock. تمام. إذا اقطع مقدار inch من أسفل الكرفس. تمام. يعني اقطع من أسفل الساق. تمام. تقريبا مقدار inch. وثمانية. Look at both ends of the stalk. تمام. انظر إلى كلا النهايتين في أو يعني بمعنى يمكن كلا الأطراف أو كلا النهايتين في الساق. تمام. تسعة. Write what you see. اكتب ماذا ترى. بدكم تعملوا هالتجربة عشان تشوف شو بيصير. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. طبعا آخر شيء أنا هي ما فهمته. At both ends of the stalk اللي هي حكينا جوابها كان look at both ends. تمام. انظر إلى نهايتي الساق. تمام. يعني ممكن يكون يتغير لونها، تعفنت أو شيء. يعني بدكم تعملوا التجربة عشان تكتشفوا شو بيصير. هو حدا فاضي يعمل تجارب لي. تمرين رقم 2 imperative negative. نرتب الجمل. Make sentences about what you mustn't do in order to save our planet. تمام. اعمل جمل حول ما الذي يجب ألا تفعله من أجل تمام إنقاذ كوكبنا. طيب الآن don't ask your dad to drive you to school. لا تسأل أبوك إنه يأخذك للمدرسة بالسيارة. تمام. رقم 2 نرتب. don't أنا راح أعطيكم ترتيب الجملة وأنتوا اكتبوها. تمام. أول واحدة don't leave the water running when you brush your teeth. يعني ما تترك المي شغالة وانت عم تفرش أسنانك. تمام. هون don't leave the computer on all the time. إذا لا تترك الكمبيوتر شغال طول الوقت. تمام. إذا don't throw your old toys away. تمام. إذا لا تلقي ألعابك القديمة، لا تتخلص منها ولا ترميها. تمام. ممكن توديها لإعادة تدوير. don't buy things you don't need. لا تشتري أشياء أنت ما بتحتاجها. don't buy things you don't need. التمرين اللي بعده صفحة 16. The imperative صيغة الأمر affirmative and negative. الصيغة المثبتة والصيغة النفي. Fill in the recycling instructions with the correct form of these verbs. One word is used more than once. بعض الكلمات مستخدمة أكثر من مرة. تعال نقرأ الفقرتين. يلا. How to recycle glass. How to recycle glass. إذن كيف تعيد تدوير الزجاج. تمام. Check. أول واحدة كتبوها your local recycling programs for the type of glass to recycle. إذن شيك. تمام. البرامج إعادة التدوير المحلية الموجودة عندكم for the type of glass لنوع الزجاج الذي يتم إعادة تدويره. يمكن مو كل أنواع الزجاجات التي يتم إعادة تدويرها. تمام. rinse and recycle bottle glass of any color. تمام. إذن اغسل وأعد تدوير الزجاجة من أي لون. تمام. ثلاثة.
إذا ثلاثة. الآن not بدها تصير don't، تمام؟ don't put in any broken glass، يعني ما تحط، تمام؟ أي زجاج مكسور. إذا not نحولها don't، تمام؟ دائما بصيغة الأمر النفي لازم أستخدم don't مو not. not بتصير don't، تمام؟ طيب how to recycle aluminium، كيف نعيد تدوير الألمنيوم؟ أولا find where to recycle aluminium، إذا حاول أنك تبحث وين يتم إعادة تدوير الألمنيوم، تمام؟ بعدين خمسة rinse and place aluminium، إذا اغسل، تمام؟ و place ضع الألمنيوم cans اللي هي علب الألمنيوم caps والقبعات، تمام؟ and lids lids أغطية الزجاجات in the same recycle bin في نفس حاوية إعادة التدوير، تمام؟ إذا هاي الشغلات تنحط مع بعض، تمام؟ والأخيرة ستة don't، إذا not تصير don't مثل ما حكينا هون don't recycle cans containing dangerous materials، لا تعيد تدوير العلب التي تحتوي containing materials مواد dangerous خطيرة، تمام؟ نروح للسؤال اللي بعد. طيب الآن بدنا نعمل سؤال the present symbol affirmative negative and interrogative، تمام؟ المضارع البسيط بصيغة الإثبات والنفي وبصيغة السؤال. طيب use the words in brackets to complete the questions then answer the questions، تمام؟ استخدم الكلمات الموجودة بين أقواس بعدين أكمل الأسئلة وجاوب الأسئلة، تمام؟ يلا. طيب الآن بدنا نعمل أسئلة، تمام؟ إما راح نضيف do أو does، إذا كان الكلمة اللي هون الفاعل جمع راح نضيف do، إذا كان مفرد راح نضيف does، تمام؟ إذا people ناس جمع راح نضيف do، شايف؟ بس ضاف do يعني ما عمل شيء بالجملة. do people cause global warming، هل الناس تسبب الاحتباس الحراري؟ إذا كان الجواب نعم yes they do، إذا كان الجواب لا no they don't، تمام؟ الآن بدي أسألك أنت you من ضمائر جمع، إذا راح استخدم do ولا does راح استخدم do معروف. Do you reuse paper cups؟ شوف بس ضاف كلمة do. Do you reuse paper cups؟ على نصفها. هل تستخدمه؟ هل تعيد استخدام زجاجات الورق أو عفوا كاسات الورق، تمام؟ إذا كان جواب yes we do، تمام؟ طبعا ممكن يكون هل تعيدون استخدام او هل تعيد استخدام حسب شو السؤال، اذا موجه للجماعه او للفرد. اذا موجه للفرد yes I do او no I don't، انت اختار الاجابه اللي تناسبك. سي الان your father والدك مفرد صح، اذا راح استخدم محدث does your father، نكمل الجمله drive to work every day، تمام؟ هل والدك يقود أو يذهب إلى العمل كل يوم بالسيارة؟ تمام؟ Yes he does أو no he doesn't، أنت اختار الإجابة اللي تناسبك، تمام؟ How often، يلا how often نفس الشيء بدي أضيف كلمة do، تمام؟ لأن في عندنا you. How often do you cycle to school؟ إذا كم مرة بتروح إلى المدرسة بالبسكليت حسب انت شو جوابك. ممكن تكتب I cycle to school once a week، طبعا بعد ما تكتب السؤال، تمام؟ once a week مرة كل أسبوع، مرتين twice a week، تمام؟ ثلاث مرات بالأسبوع three times a week، تمام؟ ممكن تحكي I، تستخدم ظروف I always، أنا دائما I always cycle to school، تمام؟ ممكن تستخدم بدل always sometimes أحيانا، أو ممكن never
اللي بدك، تمام؟ عندك خيارات متعددة. طيب what does your family recycle؟ إذا هنروح نضيف does، راح نرجع نكتبها هون طبعاً. What does your family recycle؟ والجواب تحت مباشر. What does your family recycle؟ إذا ماذا يتم، أو يعني عائلتك شو بتعيد، شو هي الشغلات التي تعيد تدويرها، تمام؟ إذا إي what does your family recycle؟ فأنت الجواب شو راح يكون؟ they recycle glass paper and aluminium. تمام، إذن يتم يعيدون تدوير الزجاج، تمام، والورق والألومنيوم. تمام، نروح الآن للسؤال اللي بعده. طيب رقم 5 complete this text with the correct form of the verbs in brackets. تمام، أكمل هذا النص بالصيغة الصحيحة لأفعال. تمام، تمام. climate الفعل be، climate مفرد صار is. تمام، climate is a sort of machine. إذن المناخ هو نوع من الآلة. The weather، إذا weather مفرد راح تأخذ is، ما راح تأخذ are. الفعل be بصير is. The weather is a small part of this machine. الطقس هو جزء صغير من هذه الآلة. But it's what you and I notice. تمام، الفعل يبقى كما هو. تمام، ولكن هو ما تلاحظه أنت وأنا. تمام، a storm، تمام، يعني عاصفة. a drought، تمام، عاصفة، أو a drought يعني جفاف. very hot weather، طقس حار جدا. or very cold weather، أو طقس بارد جدا. هذا هو الـ يعني الـ الطقس. تمام، the sun، الشمس. makes، منضيف للفعل as. تمام، makes this possible، بس بنضيف حرف الاس، the sun، لانه the sun مفرد. تمام، the sun makes this possible، تجعل هذا ممكنا. it warms، بنضيف اس. تمام، it warms the air، بتسخن الهواء. hot air، الهواء الساخن. rises، تمام، بيرتفع. expands، تمام، بنضيف اس، وبنضيف اس هون بالفراغ. تمام، اذا rises راح نكتبها هون، واكسباند راح نضيف لها اس هون. expands، وبتتوسع. and makes clouds and eventually rain، وتصنع الغيوم واخيرا تمطر. ونروح على السؤال اللي بعده. تمرين رقم 6 رتب الجمل. تمام، اذا floods الفيضانات never happen in my country، الفيضانات ابدا لا تحدث في منطقتي. تمام، الثانيه بدي احكي لكم الترتيب. my mother always throws away my baby sister's nappies. تمام، اذا والدتي دائما بترمي او بتتخلص من حفاضات اختي الصغيره. تمام، اذا نابيز معناها حفاضات. جملة C، we sometimes go to the recycling centers. إذا نحن في بعض الأحيان نروح إلى مراكز إعادة التدوير. we usually، إذا D عفوا، at home في البيت. we usually، نحن عادة، recycle junk mail، نعيد تدوير البريد الغير مهم. تمام، ألومنيوم، تمام، عفوا أنا قرأت بداية الجملة، الآن نحكي الترتيب. my
friend, إذا أول شيء نبلش my friend أحمد صديقي أحمد تمام and his family وعائلته often غالبا تمام recycle aluminium cans يعني يدورون العلب علب الألومنيوم تمام كانز يعني علب والآن نروح على السؤال اللي بعده طيب السؤال السابع write questions and answer them اكتب أسئلة وجاوبهم واستخدم الظروف الزمنية sometimes never أو always تمام يلا how often وبدنا نحط هون do عشان في عنا you how often do you use do you reuse envelopes إذن كم مرة ترجع بتستخدم envelopes اللي هي الظروف تمام إذن السؤال how often do you reuse envelopes كم مرة ترجع بتستخدمها I always reuse envelopes أنا دائما أعيد استخدام الظروف تمام السؤال الثاني how often هون دك تحط does تمام راح نكتب السؤال هون تمام بالسطر الأول how often does your sister give away all toys تمام إذن بس أنا ضفت كلمة does والجملة بقيت كمان how often does your sister give away all toys تمام إذن كم مرة أختك بتتخلص من الألعاب القديمة تمام إذن راح تكتب my sister إذن الفرع بي my sister never give away all toys تمام إذن هي أبدا ما بتتخلص من الألعاب القديمة يلا السؤال اللي بعده how often Does your family recycle glass? إذن كم مرة عائلتك بتعيد استخدام الزجاج؟ إذن my family نبلش دائما بالفاعل my family عائلتي my sister my brother إلى آخره my family sometimes تمام recycle glass تمام إذا عائلتي أحيانا تعيد تدوير الزجاج السؤال دي طبعا احنا عم نختصر الاسئله لانه الاسئله سهله جدا بس لك تضيف يا دو او داز هاو اوفتن داز هون يور تيشر ثرو اواي جنك اذا كم مره المعلم تبعك تمام يلقي او بتخلص من البريد الغير هام تمام طبعا عشان بتخلص يعني بيرميه بالزباله ما بيستفيد منه لا بيعيد تدويره ولا شيء تمام اذا ماي تيشر معلمي never طبعا هون my sister تمام my sister never هون الفعل نضيف له اس تمام لانه my sister مفرد تمام my family نفس الشيء هلا family احيانا بيعملوها معامله المفرد واحيانا معامله الجمع لكن هون راح نعملها معامله المفرد لانه how often does your family تمام بتصير الحالتين بتصير الحالتين تمام my teacher never throws away junk mail تمام يعني ابدا ما بيلقي او ما بيتخلص من البريد الغير هام اي how often do you and your class اذا هون do how often do you and your classmates turn off your computers when you leave the room اذا كم مره انتوا اصدقائك بتطفئوا الكمبيوتر لما تتركوا الغرفة تمام إذن my friends أصدقائي دائما بنبلش بالأصدقاء إذا كان أصدقائك وإنت ما بتحكي I and my friends أول شيء بتبلش بأصدقائك my friends and I always دائما turn off our computers إذا your computer يعني كمبيوتراتكم الآن تصير كمبيوتراتنا our computers when we إذا you هون للجميع تمام أنتم بتصير نحن when we leave the group تمام لما إحنا نترك الغرفة تمام اللي حاب يشوف الإجابات تستطيع أنك توقف الفيديو وتشوف الإجابات براحتك تمام وقف الفيديو الآن واكتب الإجابات براحتك الآن ننتقل للسؤال الثامن
السؤال الثامن، شو الأشياء اللي بتعملها أنت وعائلتك تمام عشان تنقذوا الكوكب؟ بدك تستخدم هاي الظروف الزمنية تمام. مثال: My sister often turns off the water when she brushes her teeth. I never do. تمام. إذا أختي غالبا تطفئ المياه عندما تفرش أسنانها. تمام. طيب الآن خلينا نكتب 5 جمل. طبعا في عندك جمل هون مليان تستخدمها، مثلا I always recycle the glass. My mother always recycle the junk mess. تمام. إذا والدتي دائما تعيد تدوير رسائل الغير هامة. تمام. أو البريد الإلكتروني الغير هام. تمام. لا عفوا، البريد العادي. تمام. البريد الأوراق اللي هي. تمام. البيبر. تمام. طيب My father، ممكن تحكي عن أبوك. My father never walks. طبعا هون my mother نضيف S للفعل المفرد. تمام. My father never walks to his work. تمام. إذا والدي أبدا لا يمشي إلى عملي. تمام. الجملة الرابعة: My sister sometimes turns off the computer or the laptop when she leaves the room. عندما هي تغادر الغرفة. تمام. إذا أختي أحيانا تطفئ اللابتوب عندما تغادر الغرفة. تمام. جملة أخيرة: We always reuse paper cups. نحن دائما نعيد استخدام الكاسات الورقية. وننتقل للسؤال اللي بعد. تمرين رقم 9: In your notebook، على دفترك، ask and answer questions about عبلة عن سليم using how often. اسأل أسئلة على عبلة وسليم كيف أو باستخدام how often، كم مرة. تمام. إذا تعال نشوف كيف صاغوا الأسئلة. تمام. إذا أول شيء راح نكتب how often does. تمام. إذا هاي الصيغة ثابتة. تمام. How often does عبلة، والسؤال الثاني بغير سليم. تمام. إذا how often does عبلة. تمام. Play computer games. اختاروا السؤال الرقم 3. تمام. إذا how often does عبلة play computer games. الآن أنت ممكن تحكي how often does سليم مثلا wear cool clothes in summer، بيلبس ملابس لطيفة في الصيف. تمام. الجواب حطي لك هون لكل واحد: always، never، sometimes، أحيانا، دائما، إلى آخره. فأنت راح تكتب she never plays computer games. تمام. أو he always wear cool clothes in summer. تمام. she sometimes recycle aluminium cans. طبعا بدك تسأل سؤال على كل واحد. تمام. مثلا how often does عبلة ريسايكل ألومنيوم كانز، كم مرة عبلة تعيد تدوير علب الألومنيوم. تمام. فأنت شو راح تكتب؟ She sometimes recycle aluminium cans. إذا الجواب راح يكون إنه هي في بعض الأحيان تعيد تدوير هذه العلب. الموضوع سهل جدا، يعني من خلال الجدول راح تعمل أسئلة وتكتب الأجوبة. إذا ما عرفت ادخل على تطبيق المعلم الإلكتروني وطول الأجوبة. تمام.
نروح للسؤال 10، احنا بدنا نختصر الوقت. Are Abla and Salim good weather warriors? Why? What about you? Write three sentences. تمام. اذا هل عبلة وسليم محاربين للاحتباس الحراري، يعني محاربين جيدين للاحتباس الحراري، يعني بيستفيدوا مثلا بيطفوا الضوء لما يطلعوا من الغرفة، بيطفوا المغسلة او المي لما يفرشوا اسنانهم الى اخره. تمام. اذا عبلة is or isn't a good weather warrior because she, اذا هي ليست محاربة جيدة ضد الاحتباس الحراري بسبب. تمام. الآن because she راح أكتب الجواب never turns off the water when she brushes her teeth. تمام. لأنه ما بتطفي المي لما تفرش أسنانها. تمام. طيب سليم، الآن بدك تحكي عن سليم. سليم is a good warrior, good weather warrior, because he always turns lights when he leaves the room. لما يغادر الغرفة. تمام. I اكتب جملة عن حالك. I am a good weather warrior because I always reuse the paper cups. لأنه دائما برجع أو بعيد استخدام كاسات الورقي. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو الكلمات المتقاطعة. يلا نحل كلمات المتقاطعة. To turn into ice. تمام. تحويلها إلى ثلج. تمام. إذن الحالة اللي بتتحول إلى ثلج اللي هي الكلمة freeze، يتجمد. تمام. freeze يتجمد كاتبينها. The weather conditions of a place. تمام. إذا حالة الجو في منطقة معينة اللي هي المناخ. تمام. رقم 2 climate، راح نكتب 2 climate. The earth's temperature keeps going up. إذا الحرارة بتظل ترتفع إلى الأعلى. تمام. حرارة الأرض اللي هو الاحتباس الحراري. رقم 3 global warming. رقم 3 global warming. رقم 4 the gases surrounding the earth. تمام. الغازات تحيط بالغلاف الجوي اللي هو رقم 4. وين رقم 4؟ تمام. رقم 4 إذن اللي هو الغلاف الجوي. تمام. atmosphere. رقم 5 the degree of heat in the atmosphere. the degree of heat in the atmosphere. تمام. يعني درجة السخونة في الغلاف الجوي اللي هي temperature. تمام. temperature. تمام. Then read horizontally the word of number 6. تمام. Write it slowly. إذن اقرأ بشكل أفقي الكلمة اللي ظهرت بشكل أفقي على رقم 6. تمام. وإحنا عبيناها كامل. الآن في كلمة هون ظهرت. تمام. اللي هي environment، البيئة. إذا رقم 6 environment. وهيك ننتقل إلى السؤال اللي بعده. Third section communication. القسم الثالث communication، تواصل. You are a member of the kids ecology club and you have to decide on a project for this year in the school garden. Read these proposals and then complete the grid with the good and bad
points of each one. You may add others. إذا أنت عضو في جمعية أو في نادي البيئة للأطفال وقررت أنك تعمل مشروع هذه السنة في حديقة المدرسة، اقرأ هذه الاقتراحات بعدين أكمل الشبكة بالنقاط الجيدة والنقاط السيئة لكل واحد. تمام؟ You may add others، ممكن تضيف أخرى. تمام؟ إذا أول اقتراح اسمه making a bird friendly environment. تمام؟ صناعة بيئة الطيور ودودة. تمام؟ أو آمنة. طيب نشوف أول واحدة kids ecology club. الاقتراح الأول making a bird friendly environment in our school garden، يعني نعمل بيئة الطيور آمنة أو ودودة في حديقة المدرسة. تمام؟ It is easy to attract birds to a garden. تمام؟ إذا من السهل إنك تجذب طيور إلى الحديقة. You can see different birds all year round. تمام؟ تستطيع أن ترى طيورا مختلفة طيلة السنة حول. Birds need water. إذا الطيور تريد ماء. Food and protection. طعاما وحماية. Put up a bird bath and keep it full of clean water. تمام؟ إذا ضع حوضا من المياه. تمام؟ وأبقيه ملأ. وأبقيه ملآنا وتكون المياه نظيف. تمام؟ Hang bird feeders with different seeds around the garden. تمام؟ إذا ضع اللي هي مغذيات الطيور أو حال تعرفوا كيف الأقفاص لما يكون في حافظة الطعام اللي بيأكل منها الطير، نفس الشيء بس بتكون كبيرة. With different seeds. تمام؟ مع بذور مختلفة حول الحديقة، يعني اعمل مغذيات مختلفة، عدة مغذيات أو عدة حافظات للطعام وزعها بالحديقة وحط فيها بذور مختلفة. هذا الاقتراح. تمام؟ إذا النقاط الجيدة It is easy to attract birds to a garden. تمام؟ يعني من السهل إنك تجذب الطيور للحديقة. طيب في عنا هون ما في عنا نقاط سيئة. تمام؟ طيب Making a butterfly garden. تعال نشوف الاقتراح الثاني making a wildflower garden in our school garden. تمام؟ هي رقم 3. خلينا نقرأ الاقتراح الثاني. تمام؟ making a butterfly garden in our school garden. تمام؟ إذا صناعة حديقة فراشات في مدرستنا. تمام؟ butterflies are very pretty and fascinating to watch. إذا الفراشات جميلات جدا وساحرة للرؤية. تمام؟ يعني رؤيتهم فاتنة وساحرة وجميلة. Butterflies like flowers but they only lay their eggs on plants. تمام؟ إذا هم الفراشات بيحبوا الورود لكن هم فقط يضعون لي يضعون بيضهم على النباتات. تمام؟ إذا their babies. إذا أولاد الفراشات أو أطفال الفراشات. تمام؟ أو صغار الفراشات eat grow wild bergamots. تمام؟ إذا بيأكلوا نبتة البرغموت البرية. تمام؟ sunflowers اللي هو دوار الشمس and honey suckle. تعرفوا النبتة اللي بنسميها العسلية أو العراطلية، هاي الوردة الصغيرة اللي كنا نمصها وإحنا صغار. تمام؟ يطلع منها عسل، هاي بسموها honey suckle. تمام؟ mint نعنع and violets for butterflies. تمام؟ إذا فايلتس تتوقع نبتة بتكون بنفسجية. تمام؟ grow dill and parsley for their babies the caterpillar. إذا grow dill ازرع dill نوع كانوا من النبتات بسموه الشبت، بيشبه الشبت أو الشبت أو الشبت مثل البصل. and parsley parsley البقدونس for their babies لأطفالهم أو لصغارهم the caterpillars اللي هم اليرقات الصغار هدول الصغار. تمام؟ kids ecology club. تعال نشوف الاقتراح الثالث proposal making a wildflower garden in our school garden. إذا عمل حديقة من الورود البرية في مدرستنا. wildflowers don't need much work and butterflies and birds like them. تمام؟ إذا نشوف الاقتراح الثالث. طيب هون شوف عندهم نقاط حسنة، خلينا نشوف إذا النقاط الحسنة إنه butterflies are very pretty and are fascinating to watch. تمام؟ إذا هاي من النقاط الحسنة. طيب تعال نكمل.
وايت فلاورز دونت نيد ماتش ورك اند باترفلايز اند بيردز لايك ذم. اذا النباتات او الورود البريه ما بتحتاج الى عمل كثير والفراشات والطيور بيحبوها. اذا هذا الاقتراح الثالث راح يجذب الفراشات وراح يجذب الطيور. تمام، هذا الاقتراح راح يجذب بس الطيور وهذا الاقتراح راح يجذب الفراشات. تمام، طيب grow snap dragons and poppies. تمام، اذا ازرع snap dragons هي نبتة انف العجل بسموها، and poppies اللي هي نبتة الخشخاش، اكتبوهم على جوجل عشان تشوفوا اشكالهم، وهالي هاكس نبتة بسموها الخطمية، and forget me nots. تمام، هاي اسمها عجيب forget me nots اللي هي اذن الفأر بسموها، water every week وارويهم كل اسبوع. تمام، اذا من النقاط الجيدة اللي هي انه وايد فلاورز نحطها هون، طبعا وايد فلاورز دو نوت نيد ماتش ورك اند باترفلايز اند بيردز لايك ذم، والفراشات والطيور بيحبوه. الان تعال نشوف شو النقاط السيئه لكل واحده. تمام، اذا اول واحده اللي هي تبع الطيور، يو نيد تو تشينج ذا ووتر ان ذا بيرد باث اند بروفايد a lot of food. تمام، اذا تحتاج انك تغير المياه في الاحواض وتزويدهم بالطعام الكثير. تمام، يعني هذا راح يكون نوعا ما مكلف. الان الثانيه making a butterfly، جماعه الفراشات شو النقطه السيئه تبعهم، you have to grow special plants for butterflies and caterpillars. انك بدك تزرع نبتات خاصة للفراشات والكاتربيلرز اللي هي اليرقات. تمام، طيب الاخيرة اللي هي كانت جماعة الورود. تمام، جمعوا ورود برية، you have to water the flowers every week. تمام، every week، إذا لازم تسقي الورود كل أسبوع. تمام، إذا الأولى اللي كتبتها هون بكتبها هون، والثانية بكتبها هون، والثالثة بكتبها هون. بالنسبة للنقاط الجيدة أشرت لكم على أغلبهم اللي كانوا أول كلمات. تمام، هاي من النقاط الجيدة، أول جملة من كل واحدة هي النقاط الجيدة. طيب رقم 2، بدك تكتب جمل عن النقاط الجيدة، 3 جمل عن النقاط الجيدة لكل يعني كل واحدة نقطة جيدة. تمام، والنقطة السيئة طبعا كتبناهم هون، حكينا عنهم، وهون بدك تستخدم هاي الملاحظات تناقشها مع أصدقائك وتشوف شو أفضل المقترح. وبعدين آخر شيء write a sentence saying your choice and giving your reason. تمام، اكتب جملة واحكي فيها اختيارك، أي الخيار اللي اخترته، أي الاقتراحات اللي أخذته، وأعطي الأسباب. تمام، أنا بالنسبة لي الخيار الأخير لأنه بيجذب الاثنين، بيجذب البترفلايز وبيجذب البيردز. تمام، والآن ننتقل للصفحة اللي بعدها، نكمل معكم صفحة 20 fourth section، القسم الرابع focus on writing، التركيز على الكتابة، punctuation the apostrophe. تمام، إذا علامات الترقيم the apostrophe الفاصلة العلوية. تمام، اللي بتكون أعلى الكلمة. طيب we use the apostrophe، نستخدمها when we write two words as one. تمام، لما نكتب كلمتين، تمام، لما نختصر كلمتين كلمة. تمام، مثل كلمة I am اختصروها I am مباشرة. تمام، هي أصلها I أصلها I am. تمام، نفس الشيء he is بيختصروها ب he is. تمام، فالفصل العلمية بنستخدمها بهذه الطريقة. تمام، I am a member of the kids ecology club. إذا أنا عضو في نادي البيئة للأطفال. تمام، he is my brother، he is my brother هو أخي،
they've got three computers at home. تمام؟ إذا they have got three computers at home يعني عندهم ثلاث كمبيوترات في البيت. وأصلها they've، هي أصلها they have. تمام؟ أصلها they have. تمام؟ لكن اختصروها بالفاصلة العلوية. طيب رقم اثنين the auxiliary plus not. تمام؟ إذا الأفعال المساعدة مع not، مثل كلمة don't أصلها do not. تمام؟ don't أصلها don't أصلها do not. تمام؟ لا تفعل يعني. don't throw away envelopes. تمام؟ لا تلقي المغلفات. I can't use old paper cups. لا أستطيع استخدام كاسات الورق القديمة. تمام؟ إذا I can't هي أصلها can و not، لكن اختصروها بالفاصلة العلوية. طيب to show that something belongs is related to or is a part of a person, a place or thing. تمام؟ نستخدمها تمام للتحدث عن ملكية الشيء. تمام؟ أو شيء ينتمي إلى شيء، أو إنه جزء من شخص أو مكان. تمام؟ مثلا the earth's temperature. تمام؟ إذا درجة حرارة الأرض. تمام؟ إذا temperature هي متعلقة بالأرض. تمام؟ goes up every year. every year يعني درجة الحرارة ترتفع، درجة حرارة الأرض ترتفع كل سنة. تمام؟ سليم's brother. تمام؟ إذا أخو سليم. تمام؟ سلمى's brother أخو لسلمى. أحمد's brother أخو لأحمد. محمد's sister. تمام؟ أخته لمحمد. تمام؟ إذا الاسم بعدين بحط له الفاصلة العلوية، بعدين الاس تمام دلالة الملكية. تمام؟ بعدين الاسم اللي بدي أحكي، مثلا بدي أحكي سيارة فلان أحمد كار، نفس الشيء. تمام؟ إذا سليم's brother drives to work every day. إذا أخوه لسليم يقود أو يذهب إلى العمل بالسيارة كل يوم. تمام؟ Our country's capital is a large city. تمام؟ إذا our country's capital is a large city يعني خلينا نحكي عاصمة الدولة. تمام؟ أو عاصمة دولتنا هي مدينة كبيرة. تمام؟ طيب تعال نشوف هون الآن بدنا نصحح ونحط الأبوستروفيز، نحط الفاصلة العلوية. طيب أول شيء our sons about. إذا هون في عندنا sons، وsons أصلا لا تجمع لأنه عندنا شمس واحدة إحنا. تمام؟ فإذا راح نحط لها فاصلة هون. تمام؟ our sun. إذا الأس هي شو معناها؟ اختصار لإز. إذا our sun is about يعني هي أصلا هيك our sun is. تمام؟ لكن هم اختصروها، اختصروا لإز، حذفوها وحطوا أس. تمام؟ إذا our sons about 5000 million years old. تمام؟ يعني عمرها 5 ملايين سنة تقريبا. It heats the earth's atmosphere. تمام؟ إذا هي تسخن. تمام؟ الغلاف الأرضي. تمام؟ أو الأرض. But global warming isn't. طبعا هون Earth's atmosphere اللي هي الغلاف الأرضي نحط هون apostrophe. تمام؟ نحط قبل الأس فاصلة علوية. تمام؟ But global warming isn't. إذا isn't أصلها is not، لكن هون في فاصلة علوية. تمام؟ راح نحط فاصلة. But global warming isn't the sun's fault. تمام؟ إذا ولكن الاحتباس الحراري ليس خطأ الشمس. إذا راح نحط هون فاصلة علوية قبل الأس. تمام؟ sun's fault يعني خطأ الشمس. لاحظ إنه الخطأ متعلق بالشمس. تمام؟ مشان هيك حطينا لها فاصلة. It's هون في قبل الأس فاصلة علوية. people's fault إذا هون في قبل الأس كمان فاصلة علوية. people's يعني هو خطأ الناس. تمام؟ لاحظت المتعلقات. because they use machines. تمام؟ لأنهم بيستخدموا machines الآلات. and machines emit carbon dioxide. تمام؟ والآلات تبعث. تمام؟ اللي هو ثاني أكسيد الكربون. تمام؟ you can't هون في عندنا فاصلة علوية أصلها can not، اختصروها can.
see this gas. تمام؟ يعني لا تستطيع رؤية هذا الغاز but it's هون فاصلة the main cause of the trouble. تمام؟ the main cause of the trouble يعني السبب الرئيسي للمشكلة. تمام؟ and I am هون في عندنا كمان في عندنا هون فاصلة. تمام؟ I am afraid things are getting really bad. تمام؟ scientists study the earth's climate. هون في عندنا فاصلة أيضا قبل الاس فاصلة علوية. تمام؟ نرجع نترجم. وأنا خائف إنه الأشياء تصير أسوأ. تمام؟ أو إنه الأشياء عم تصير أسوأ. العلماء عم بيدرسوا المناخ الأرضي. تمام؟ حطينا هون فاصلة علوية. They say our planet's weather is becoming more and more violent. تمام؟ عم بيحكوا إنه الطقس طقس الكوكب تبعنا. تمام؟ إذا هون راح نحط فاصلة علوية قبل الاس. تمام؟ planet's weather يعني our planet's weather يعني طقس الأرض تبعنا. تمام؟ is becoming more and more violent يعني عم بيصير أعنف وأعنف. ونروح للسؤال اللي بعده. التمرين اللي بعده spelling تهجئة. write the correct vowels to complete the words in the dialogue. تمام؟ اكتب أحرف العلة الصحيحة لإكمال الكلمات اللي في الحوار. إذا أحرف العلة هي 5 أحرف. تمام؟ اللي هم الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. تمام؟ طيب الآن What is the kids ecology؟ إذا هاي في عندنا هون الفراغ I. تمام؟ بتصير kids ecology. تمام؟ إذا هون في عندنا E وهون في عندنا O. كتبنا لكم يا. طيب هون حرف اليو كلاب. كلاب تمام حرف اليو شايفينه. اللي بعده it is a non-profit organization يعني منظمة غير ربحية. non-profit تمام. إذا أول شيء حرف الأو ناقص في عندنا أو هون. كله أحرف علة فقط وحرف الآي. تمام عم دربوكم على أحرف العلة. It helps young people defend. تمام EE defend تمام. The environment حرف الآي والأو. أول شيء الإي بعدين environment. تمام وهون and what do you do شو بتشتغل. تمام إذا هي بتساعد الشباب الصغار إنهم يدافعوا عن البيئة. وانت شو بتسوي عم بيسأل سميرة. انت شو بتسوي. We take part in projects about. احنا بناخذ دور في المشاريع التالية. Keeping our cities clean. اذا ابقاء المدن نظيفة. تمام. Keeping our cities clean. تمام. اذا ابقاء المدن نظيفة. About. بعدين هون في عنا. About. Water. conservation. تمام conservation. إذا المحافظة على المياه يعني المشاريع تبعهم إبقاء المدن النظيفة المحافظة على المياه. بعدين pollution prevention منع التلوث. pollution prevention. تمام and global تمام global. هون عندنا climate وهون change تغير المناخي. تمام and energy conservation كمان نفس الشيء كرروها conservation. تمام why يعني هون في عندنا water conservation محافظة على المياه هون محافظة على الطاقة. why don't you join us ليش ما تشاركنا. وهيك ننتقل للتمرين اللي بعد. طيب هون في عندكم تمرين رقم 3 بيحكي لك now go back to exercise 7 on page 23 of your student's book and check your answer. روح على تمرين رقم 7 صفحة 23 من كتاب الطالب الملون. تمام وشيك على إجابات السؤال السابق اللي حكينا عنه. الآن نروح للصفحة اللي بعدها linking words أدوات الربط. when we use when to mark time when we join ideas. تمام إذا نستخدم when عشان
نبين الوقت اللي بنربط فيه الأفكار، تمام؟ أو نعلم على الوقت اللي بنربط فيه الأفكار. When the temperature goes up، تمام؟ لما الحرارة بترتفع، الآن بدنا نربط الفكرة الثانية معها، the ice in the poles melts، تمام؟ الثلج في الأقطاب يذوب، يذوب، تمام؟ السؤال الرابع، write five sentences in your notebook using when. يعني هي عبارة عن توصيل، تمام؟ تعال نشوفهم الآن. طيب، when it rains, my father often drives me to school، تمام؟ لما تمطر، والدي غالباً بيأخذني بالسيارة إلى المدرسة، تمام؟ الآن the sun warms the earth's atmosphere، تمام؟ إذن الشمس بتسخن الغلاف الجوي، تمام؟ The temperature goes up، أو the temperature always goes up، الحرارة دائما ترتفع، تمام؟ الآن when الجملة الثالثة، I leave a room، when I leave a room I never forget to turn off the lights، أبدا ما بنسى إني أطفئ الأضوية، تمام؟ My mother goes to the supermarket، تمام؟ She sometimes takes our used plastic bags، تمام؟ تاخذ أكياس البلاستيكية المستخدمة، تمام؟ بدل ما تجيب أكياس جديدة وتلوث البيئة، لا، الأكياس اللي اشترت فيهم المرة الماضية بتحتفظ فيهم، تشتري فيهم مرة ثانية، تمام؟ طيب، my friends go on a picnic، تمام؟ إذا أصدقائي رايحين إلى رايحين على رحلة، تمام؟ picnic دائما يعني خلينا نحكي الرحلة اللي بيكون فيها شواء وأكل، يعني أهم شيء الأكل. طيب، they usually don't reuse their paper cups، يعني عادة ما بيستخدموا الكاسات الورق من جديد، تمام؟ بيتخلصوا منهم مباشرة. الآن نروح للسؤال اللي بعده. طيب، تمرين رقم 5، نكتب الآن 5 جمل بنستخدم فيها وين، تمام؟ when أو I usually turn off the water، أنا عادة بطفي الماء. when I brush my teeth، تمام؟ لما أفرش أسناني، تمام؟ my sister sometimes uses تستخدم the towel to dry hair instead the hair dryer، تمام؟ إذن أختي أحيانا تستخدم the towel، towel معناته البرج، تستخدم البرج، حلو. ذا تول تستخدم المنشفة والبشكير عشان تنشف شعرها بدل من الهير دراير اللي هو السشوار، تمام؟ My mother uses أو my mother always uses the paper cups when she drinks أو تستخدم the same paper cup نفس كاسة الكرتون when she drinks coffee outside لما تشرب قهوة في الخارج، تمام؟ وضل جملتين، حاولوا تخترعوا لكم جملتين أو ترجعوا التمرين السابقة راح تجدوا جمل كثير، بس اربطوها مع كلمة when، تمام؟ الآن ننتقل للتمرين اللي بعده.
الآن عندنا من أدوات الربط أيضاً، إحنا حكينا عن when وحكينا الآن وبدنا نحكي الآن عن also أيضاً. Also is a synonym of and، إذا هو مرادف لكلمة and و. But we use it in a second sentence next to the verb، تمام؟ ولكن نستخدمه كجملة تانية بعد الفعل، يعني بيجي بجنب الفعل على اليمين، تمام؟ بعده. Reorder the following words to write a paragraph about Sami and his family، تمام؟ أعد ترتيب الكلمات، تمام؟ عشان تكتب فقرة عن سامي وعائلته، تمام؟ الآن هنعطيكم ترتيب. طيب الآن راح أعطيكم الأرقام تكتبوهم، تمام؟ سامي and his family هي أول شيء، تمام؟ Use only energy saving bulbs، تمام؟ بيستخدموا فقط مصابيح توفير الطاقة energy saving bulbs. طيب الجملة اللي بعدها تكتبوها كاملة، تمام؟ بعدين تكتبوا يعني زي فقرة، بتعملوها فقرة كاملة، تمام؟ They also turn off the lights when they leave the room، تمام؟ وأيضا بيطفوا الأضوية لما يغادروا الغرفة، تمام؟ رقم سي they like to go on picnics، بحبوا يروحوا على بحبوا يروحوا رحلات but they never use paper cups، ابدا ما بيستخدموا كاسات الكرتون، تمام؟ اللي بعدها they always take real plates and glasses، تمام؟ إذا دائما بياخذوا صحون حقيقية و glasses كاسات زجاج، تمام؟ أو أي شيء مصنوع من الزجاج، تمام؟ سواء صحون كاسات إلى آخره، تمام؟ They also، تمام؟ تمام؟ They also take real knives and forks، وايضا بياخذوا real knives يعني سكاكين حقيقيه وforks شوك، تمام؟ وهيك حبايبي طلاب صف السابع بنكون خلصنا الوحده الثانيه، يعني فعلا انها وحده طويله ومللتني وانا عم بشرح. الله يعطيكم العافيه، اتمنى لكم يوم سعيد، ادعمونا، يلا نشوفكم على خير ان شاء الله، بالتوفيق لكم.